السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الابتدائي مجمع مدارس جيل المستقبل الأهلية برمية. اليوم هناخد شوية تدريبات عشان نعرف نحل المسائل ازاي على الدروس اللي احنا خدناها. تغادر طائرة إلى مدينة تبوك في الوقت الموضح أدناه، ما الوقت الذي تشير إليه الساعة؟ بص الساعة اهي فيها كم عبر؟ واحد اتنين، واحد صغير واحد كبير. الصغير ده بتاع الساعات، الصغير ده بتاع ايه؟ احسنت، بتاع الساعات. الكبير بيمثل الدقايق. يلا كده هاي 12، واحدة اتنين، يبقى العقرب الصغير بعد اتنين يبقى اتنين وكام؟ يلا 5 10 15 ها 20، نقدر نقول 2 و15؟ لا. ها 2 و25؟ لا. 2 و30 اللي هي 2 ونص؟ لا. يبقى 22 دقيقة، يبقى الساعة 22 دقيقة. طب لو العقرب ده هنا الكبير تبقى 2 ونص، لو هنا تبقى 2 و35 دقيقة، لو هنا يبقى 42 دقيقة. طيب ما الكسر الذي يمثل عدد القطط السوداء؟ وين القطط السوداء؟ 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 كلهم كام؟ نعد القطط كلها. يلا عد كده معايا، 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى المقام كام؟ 8. نعد القطط السوداء، 1 2 3 4 5، يبقى البسط كام؟ 5. يبقى عدد القطط السوداء 5 على 8، 5 على 8. ما عدد أوجه الشكل أدناه؟ إيه الشكل ده؟ ده منشور ثلاثي. الشكل ده منشور ثلاثي. عايزين نشوف عدد الأوجه بتاعت الشكل ده، عدد الأوجه منشور ثلاثي. يبقى القاعدة بتاعته اللي فوق واللي تحت، الوجهان الأعلى والأسفل، على شكل مثلث. المثلث ليه كام وجه؟ 3. 1 2 3، يبقى ادي 1 2 3 4 5، يبقى عدد اوجه المنشور الثلاثي 5. اي القصور الاتية اصغر من نص؟ هنا 1 على 4، هنا النص اهو، ده النص اهو، نص. خلي بالك 1 على 4. النص اكبر ولا 1 على 4؟ طبعا ايه؟ النص. يبقى 1 على 4 اصغر من النص. طيب كم من الوقت، نستعمل فرشة الاسنان؟ كم من الوقت ممكن نستعمل فرشة الاسنان؟ في ثانية واحدة ولا في دقيقة واحدة ولا 45 دقيقة ولا ساعة؟ طبعا نقول ايه؟ الوسط، دقيقة واحدة. ما أكبر عدد يمكن تكوينه من الأرقام 9 6 5؟ نكتبهم بالترتيب. أكبر عدد هنا كام؟ 9، وبعديها 6، وبعديها 5، يبقى 965. 965. المجموعات الآتية لها أكبر قيمة؟ بص هنا كم ورقة؟ 1 2 3 4، هنا 1 2، هنا 1 2 3 4 5، هنا 1 2 3. أي أكبر واحدة؟ أي 5. أي الأشكال الآتية يمكن تكوينه من المثلثين معا؟ يعني لو حطينا المثلثين دول جنب بعض كده أهو، هذه المثلثين كون ايه؟ مربع. في العلبة 375 كرة زجاجية، 375
375 كرة زجاجية. كيف تكتب هذا العدد؟ احنا بنقول ايه؟ 375. 375، ما نقدرش نقول 357 ولا 537 ولا 735، بنقول 375. احد عشرات مئات. مع علي ورقة واحدة من فئة 50 ريال، 50 ريال، وورقتان من فئة 10 ريال، يعني كم؟ 10 و10 20، و50 يبقى 70، وورقة من فئة 5 ريالات، ها يبقى 75، ها 75، وثلاث قطع من فئة الريال، 75 زائد 3، ها نقول تاني، ها مع علي ورقة واحدة من فئة 50، اهي 50، وورقتان من فئة 10، 10 زائد 10، وورقة واحدة من فئة 5، وثلاث قطع من فئة الريال، 1 2 3. فما المبلغ الذي مع علي؟ يلا كده، مين اللي هيعرف؟ يلا معايا. 50 زائد 10 60 زائد 10 70 زائد 5، احسنت، 75، ها احسنت، زائد 3 يبقى 78 ريال. يبقى المبلغ كله 78 ريال. ما القيمة المنزلية للرقم 3 في العدد 391؟ 391. العدد 3، أحد ولا عشرات ولا مئات؟ أهو الأحد أهو، عشرات مئات، يبقى التلاتة ده إيه؟ مئات، يبقى 300، يبقى العدد 300. اشترت هدى واختها رقية فطيرتين من النوع نفسه، اشترت فطيرتين من النوع نفسه، فأكلت هدى نصف فطيرتها. اشترت هدى واختها رقية فطيرتين من النوع نفسه، فأكلت هدى نصف فطيرتها، وأكلت رقية 3/4. خلي بالك، ادي الفطيرة بتاعت هدى، وادي الفطيرة بتاعت رقية. أكلت هدى نصف فطيرتها، النصف راح، يبقى باجي إيه مع هدى؟ نص. وأكلت رقية 3/4 فطيرتها، 3/4، يبقى باجي إيه؟ ربع. فأيتهما أكلت أكتر؟ مين اللي أكلت أكتر؟ دي أكلت نص ودي أكلت 3/4، مين اللي أكلت أكتر، هدى ولا رقية؟ رقية. يبقى رقية أكلت أكتر من هدى، ليه؟ هدى أهي، رقية أهي، هدى أكلت النص، رقية 3/4، يبقى مين اللي أكلت أكتر؟ رقية. كده إن شاء الله الدرس بتاعنا خلص، الدرس بتاعنا خلص. وأي استفسار إحنا معاكم على منصة مجمع مدارس جيل المستقبل الأهلية برانيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.